Extra. أهلا بكم في إكسترا جديد. ما الذي أسهم في انتشار موجة الإلحاد في المنطقة العربية هذه الأيام؟ استيراد بعض الأفكار التي رأوا أنها يمكن أن تسبب تقدما وتطورا للمجتمعات التي توصف بأنها نامية. وكيف يقابل فكر الملحدين من قبل المجتمع من وجهة نظرهم؟ فكرة القمع اللي هو أنت ملحد فأنت لازم تقتل، لازم يقام عليك الحد، لازم تهجر من بيتك، لازم. وأحكام القضاء المخففة مراعاة لإعاقة المتهم، هل تحوي ظلما لضحية؟ تابعوا التفاصيل مع بسمة كراشة وهند أكرم. أهلا بكم. ينظم قريبا مجلس كنائس مصر مؤتمرا للشباب لمناقشة ظاهرة انتشار الإلحاد في مصر، ويعقد المؤتمر نهاية هذا الشهر في الإسكندرية. ومن ناحية أخرى، حذر شيخ الأزهر أحمد الطيب من انتشار ظاهرة الإلحاد في مصر قائلا في أحد تصريحاته إن الملحدين يستحقون الشفقة، كما أعلنت الحكومة المصرية تصديها للظاهرة. تشير بعض الدراسات إلى أن انتشار الإلحاد في مصر ازداد خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة 25 من يناير، فيما يرى البعض الآخر أن الظاهرة قديمة في البلاد. فهل الإلحاد ظاهرة أفرزتها الثورة المصرية فعلا؟ أم الظروف الاجتماعية والدينية؟ أم أن انتشارها يعود إلى انتشار استخدام الإنترنت الذي ساهم في نشر أفكار ومعتقدات وإيديولوجيات وثقافات متعددة؟ نبيها وطاس طرحت هذه الأسئلة على ياسر، وهو شاب مصري ملحد كان مؤمنا بالمسيحية في السابق، لنستمع لتجربته. هو احنا بنواجه المجتمع، واحنا في مجتمع سواء اسلامي او مسيحي فمتشددين، احنا بنحاول ان احنا نوصل افكارنا ونحاول نوصل اللي احنا بنقوله عن طريق القراية وعن طريق المعرفة للناس يعني، وأتمنى إن هما ما يكونش في قمع أكتر من كده بعد ثورتين قامت في مصر، فما يبقاش بعد ثورتين يبقى هو القرار اللي في إيدين الحكومة أو المؤسسات الدينية هي القمع. مجلس كنائس مصر يدعو إلى عقد مؤتمر للشباب لمناقشة الظاهرة. فكرة إن هم يدعوا للمؤتمر والحوار ده شيء كويس، يعني مش شيء وحش إن هم يدعوا للحوار ونتناقش، لكن أنا ضد فكرة القمع اللي هو أنت ملحد فأنت لازم تقتل، لازم يقام عليك الحد. ما تعليقك على ما قاله شيخ الأزهر أحمد الطيب على أن الملحد يستحق الشفقة؟ هو مش بس قال كده يستحق الشفقة، هو كمان بيتقال علينا أن احنا مرضى نفسيين وأن احنا بنعاني من صرع جنسي وبنعاني من أمراض كتير، بس دي غير حقيقية. احنا فعلا موجودين، وأن احنا موجودين ياريت هم يعملوا حوارات معانا ونشوف هل المشاهد بقى والمستمع الطبيعي يشوف بقى مين الصح ومين اللي يستحق الشفقة ومين لا يستحق الشفقة يعني. سؤال أخير، أنت كملحد هل من السهولة بالنسبة لك ولأصدقائك ورفقائك التعبير عن رأيه كملحد في المجتمع المصري حاليا؟ هو مش بسهولة، وبنتعرض لمضايقات كتير، وتعرضنا للضرب أكثر من مرة في الشوارع العامة وفي الكافيهات العامة. كل اللي احنا طالبينه هو حرية التعبير بالفكر، وحرية التعبير مكفولة في الدستور المصري. كان هذا ياسر، شاب مصري ملحد، تحدث عن تجربته. بينما يرى كثيرون أن القلق من انتشار ظاهرة الإلحاد مبالغ فيه في مصر، فهناك دعوات لمواجهة هذه الظاهرة من بينها المؤسسات الدينية. نبيها وطاس تحدثت مع دكتور عمر مصطفى الورداني، أمين الفتوى ومدير تدريب بدار الإفتاء المصرية، وسألته عن أسباب انتشار ظاهرة الإلحاد في مصر في رأيه. هناك أسباب متعددة، ولكن أهم الأسباب يمكن أن نحصرها في سببين أصليين. السبب الأول هي محاولة بعض الشباب استيراد بعض الأفكار التي رأوا أنها يمكن أن تسبب تقدما وتطورا للمجتمعات، وخاصة المجتمعات التي توصف بأنها مجتمعات نامية.
وكان من ضمن الأفكار التي وقع اختيار بعض الشباب عليها هي فكرة الإلحاد. السبب الثاني في تحليلي وفي وجهة نظري هو ظهور وخاصة في الحقبة القريبة وفي 70 سنة الماضية ظهور ما يسمى بالإسلام السياسي الذي أسهم بشكل واضح في إرباك العقل المسلم فيما يتعلق بصعود ذلك الإسلام الذي يقصد غرضا ليس هو غرض أن تكون المجتمعات عاملة بالدين الإسلامي أكثر ما تكون المجتمعات محكومة بهذا الأمر. فكان إخفاق هذه التيارات سبب عند كثير من الشباب الذين انتموا لهذه التيارات حالة من حالات الهزة. ذكرتم في البداية أن الظاهرة هي إنسانية، هل الآن برأيكم أن الظاهرة عرضية مثل كثير من المظاهر التي تبرز أحيانا ثم سرعان ما تختفي، أم أنها برأيك ظاهرة تستحق الوقوف عندها؟ في الحقيقة سواء كانت هذه الظاهرة ظاهرة عرضية فهي في كل الأحوال أي ظاهرة إذا تركت ستستفحل وتتحول إلى ظاهرة مهددة لبنية المجتمع. المجتمع المصري بصفة خاصة ومجتمع تعددي والمؤسسة الدينية في الحقيقة لا تتدخل في حريات الأشخاص، ولكن المؤسسة الدينية لابد أن تقوم بعملية التوعية وبيان صحيح الدين الذي هو في الحقيقة لا يقبل بأي شكل من الأشكال الإلحاد. ولكن هناك من يرى أن عجز الدين على تقديم إجابات مقنعة لبعض الشباب جعلهم يتمسكون بنظريات أخرى تعطي لهم بعض التفسير لبعض الأسئلة مثل نظرية التطور لداروين. أنا أخشى ما أخشى أن تكون هناك حالة من حالات الاستغلال لهذه الظاهرة في إبراز صورة معينة لتحقيق انتصارات لمذاهب فلسفية على حساب قضية الدين. فليس في الحقيقة هناك فشل لا للدين ولا للمؤسسة الدينية، ولكنها ظاهرة لابد أن نتعامل معها بقوة وبجد لأن هناك ظروف اجتماعية وبأي يمكن أن تسمح لتنامي هذه الظاهرة. الدكتور عمر مصطفى الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية متحدثا إلى نبيها وطاس. وسألت الأنبا باسنتي أسقف المعصرة وحلوان في مصر عن نظرة الكنيسة القبطية للإلحاد وكيف تتعامل مع الملحدين. غالبا اللي بيمر بحالة زي كده بيكون مارد بيعدي في ظروف غير عادية ومش عارف يقبلها فيبقى يجيله فكر الإلحاد بسهولة، لكن إذا عمل بالمحبة وبطول البال ودون جدل كثير معه بيرجع يعود إلى إيمانه بسهولة جدا. فديت مرحلة بالتحول من الطفولة والمراهقة إلى اكتمال النمو بيكون حالة من الحالات النفسية اللي بيجتاز بها الشاب أو الشابة في المراحل. لكن هناك من الملحدين من هم مقتنعون بأفكارهم ويرون بأن الحياة مادية، هؤلاء هل تحاورونهم؟ كيف تنظرون إليهم؟ هل ترون أنهم خطر على الدين؟ لا مش خطر على حاجة، الدين راسخ برسوخه بنزل قديم جدا قبل الميلاد بآلاف السنين موجود وباقي الدين، لأن الإنسان ما يقدرش لو نزع عنصر الدين من الحياة فذل ما عمله بمحبة ودون جدل كثير، لأن الجدل كثير معه بيمر بالمرحلة دي مرخ عليه وعلى من يجادل معه. والعملية مش عملية قهر، أنا مدخلوش الإيمان في قهر، الإيمان يعني ده نعمة وعطية ربنا مديها للبشرية. أبونا دار الإفتاء تتحدث عن ضرورة الحوار مع الملحدين، هل تنسقون مع دار الإفتاء؟ أنا قد ما عرفتي ما أعتقد أن كل واحد بيشتغل بأسلوبه وطريقته وما يناسب مبادئ دينه وتعليمه. كان هذا الأنبا باسنتي أسقف المعصرة وحلوان في مصر، والذي كنت قد سألته عن نظرة الكنيسة القبطية للإلحاد وكيف تتعامل مع الملحدين. ومن الموضوعات أو الأسئلة ننتقل إلى أسئلتكم مستمعينا ونقاش معكم، ونسألكم ما هي في رأيكم الأسباب في انتشار ظاهرة الإلحاد في المنطقة العربية، وهل لها علاقة بالتغييرات السياسية الواقعة في هذه البلدان الآن؟ وهل من حق المؤسسات الدينية أن تتصدى لظاهرة الإلحاد أم أنها في النهاية ظاهرة أو أم أنها في النهاية حرية شخصية للفرد؟ في انتظار مشاركاتكم. اتصلوا بنا الآن في بي بي سي إكسترا على الرقم التالي
مفتاح بريطانيا 44 20 77 650 211، أو بالرسائل النصية SMS مفتاح بريطانيا 44 79 1040 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra.